سكريبت للمرحلة الرابعة لقسم علوم الحاسبات. الموضوع اللي وصلنا له اللي هو البوب اب بوكسز. البوكسز هي عبارة عن نوافذ بسيطة، وهسه نلاحظها بالتطبيق اللي موجود عندنا. حنلاحظ عندنا البوب اب بوكسز بأنواع معينة، بثلاث أنواع. أول نوع نسميه الاليرت بوكس، يعطيني الاليرت يعني يعطيني تنبيه. كونفيرم بوكس، النافذة الصغيرة اللي تظهر عندي تعطيني confirm، تعطيني موافقة. and prompt box اللي تعطيني السماح حتى أدخل للدخول إلى مكان معين. أول نوع لح أخذه اللي هو اسمه الالرت بوكس. الالرت بوكس هنا أنا شو لح يشتغل؟ الالرت بوكس is often used، لح يستخدم if you want to make sure، تريد تتأكد. information comes through to the user، انت تريد تعطيه سماح حتى توصل هذه المعلومات الى المستخدم. اذا انا حستخدم هذا حتى اريد اتاكد من وصول المعلومات اللي موجوده عندي الى المستخدم. لما يظهر لي الاليرت بوكس بوبس، لح اجي اني اقول له اوكي حتى يصير produced، يسوي لي موافقه ويصير عمليه متابعه للخطوه اللي بعدها. كسينتكس، كصيغة أساسية، حقول له alert، أفتح قوس، double quotation، شنو النص اللي أريده يظهر عندي بعملية التنبيه حتى يدخل، وراها أغلق الدبل quotation، أغلق القوس وأخلي semicolon. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني اللي موجود عندي بالconfirm box، الconfirm box اللي هو النوع الثاني. confirm يعني اني انطيك اكسبت او سماح. شلون مثلا انتو بالايميل تكتبون يوزر نيم وباسورد، او حتى بالتليفونات اذا طاك كونفيرم اسوي له كونفيرميشن تقدر انت تدخل، او مرات تسجلون بمواقع معينه يقولكم اني حدزلكم ايميل على ايميلكم الشخصي، كتبوا لي ايميلكم الشخصي اسوي لكم منك تدخلون تسوون كونفيرم او فيريفاي. اذا الكونفيرم بوكس از اوفن يوزد، يستخدم if you want the user to verify or accept something، إذا تريدون المستخدم يتحقق من شيء معين أو يسوي عملية قبول إليه. هنا الـ confirm box شو يصير عندي؟ عندي نوعين لما أريد أدخل له. أما أقول له أوكي حتى يصير confirm، أو أقول له cancel ألغي لي إياها حتى يصير عملية متابعة. إذا قبل الـ proceed مالتي، اما اقول له اوكي او اقول له كانسل. اذا دست لاني اوكي حيرجع على the box returns true، لح يروح على الخطوه اللي بعدها. if the user click cancel، اذا دست على الكانسل the box returns false، يروح على الخطوه الخاطئه. كسينتكس اني استخدمه اقول له confirm، نفس الشيء بالضبط الالرت، افتح قوس double quotation اي نص اني اريد استخدمه، وراها أقول له أظهر لي الحالة اللي موجودة عندي أو شنو النص اللي أريده يظهر حتى أني أستخدمه بصورة عامة. أجي على النوع الثاني. النوع الثاني أنا سميته prompt box. شنو prompt box؟ prompt box هذا إذا تلاحظون حبدي أستخدمه البرومبت بوكس اللي هو النوع الثالث is often used if you want the user to input a value، تريد انت اليوزر يدخل قيمة before entering the page. يعني مرات يقول لك اعطيك اني باسورد معين، اكتب لي الباسورد حتى اعطيك سماح لدخول لهذه الصفحة. اذا يستخدم هذه النافذة حتى يقوم المستخدم بادخال قيمة معينة تسمح له انه يدخل لهذه الصفحة. لما لح يظهر عندي البرومبت بوكس بوبس، لازم اني اختار او اسوي كليك على كلمة اوكي اور كانسل تو بروسيد افتر ذا انترينج. ورا ما اكتب اني الاسم مالتي اللي موجود لح تطلع لي نافذة، وهسه نشوفها بصورة عملية كبرنامج تطبيقي. اكتب القيمة اللي موجودة واقول له اما اوكي او كانسل، نفس اللي قبله. اذا دست له اوكي لح يروح يسوي لي input value، يدخل على الصفحة الرئيسية. إذا دست له cancel
لح يرجع ويطلع لي returns null، تطلع لي الصفحة غير مفتوحة. كسينتك صيغة أنا أستخدمها prompt نفس الاسم مع العنوان، أفتح قوس بين double quotation text أكتب النص التكست اللي هو أنا حكتبه، فارزة أفتح double quotation اللي هو default text، الديفولت يعني أي نص اعتيادي ثاني أقدر أنا أستخدمه، أسد الدبل كوتيشن، أسد القوس وأسد السيمي كولوم. هذا هنا أنا بالنسبة للأنواع الثلاثة. كأمثلة أقدر أنا أستخدمها، الأمثلة شلح تطيني بارامتر شنو اللي أريده كتكست أو ديفولت تكست، داريد أشوف شنو الفرق بيناتهم. التايب طبعا سترينج لأنه يكون غير ثابت، كوصف إله لح تكون متطلبات كتكست معين ينعرض او اوبشنال يكون اختيار. لح اجي هنا كمثال معين سكريبت تايب مثل ما متعلمين، اكتب التكست النوع مالتي جافا سكريبت، فار انا اريد ادخل نيم اختار بس ال ان اي يساوي مثل ما اتفقنا احنا شنو البرومبت، افتح قوس دبل كوتيشن انتر يور نيم اللي هو هذا حسمي التكست، اجي أسد الكوتيشن فارزة بين الدبل كوتيشن الثانية your name here اللي هو صار عندي الديفولت تكست. document.write احنا دائما قلنا document.write بالجافا سكريبت يعني print، ايش لح يطبع لي you have entered انت دخلت، وبعدين يطبع لي ال NA اللي هو الاسم او الديفولت اللي موجود عندي. هذه بالنسبة واغلق السكريبت. لح أجي هسه أخذ أمثلة بسيطة على هذه المواضيع. شنو الأمثلة البسيطة اللي موجودة عندي؟ واحدة من الأشياء اللي أخذناها قلنا سميتها Alert Box. Alert Box قلنا يعني تنبيه، قلنا الـ Alert Box الراجعة بصورة سريعة يستخدم إذا تريد تتأكد إنه المعلومات وصلت إلى المستخدم. يعني شلون؟ نجي نشوف هذا المثال. عندي هذه الصفحة، أني مثلا دخلت إلى موقع معين، لح يجيني تنبيه نافذة صغيرة تظهر لي يقول لي إنه المعلومات وصلتك، وأقول له أوكي يصير عملية التنفيذ. شلون حكتبه كبرنامج؟ أنا أريد أصمم صفحة، فإذا حيكون عندي HTML open HTML close. دائما متعلمين أو قاعدة أساسية ناخذها، الجافا سكريبت تكتب بين الهيد الأوبن والهيد الكلوز بعد التايتل. إذن HTML head title حيصير أدي الاسم جافا سكريبت كعنوان للصفحة، سكريبت تايب تكست جافا سكريبت، الويندو أليرت النافذة ماتي اللي هي هذه لح تظهر شو أريد أكتب بيها نص، أكتب بيها أهلا وسهلا، غلقت السكريبت، أغلق الهيد، أغلق البادي اللي هو الأوبن والكلوز، أغلق ال HTML. إذن لح يكون عندي صفحة HTML أفتحها head title، قبل ما اغلق الهيد اكتب الجافا سكريبت ماتي اللي هي سكريبت تايب تكست النوع ماتي جافا سكريبت. يا نوع اريد استخدم؟ اريد استخدم الاليرت، اذا اكتب له ويندو اليرت شنو النص اللي اريد يظهر بالنافذه كتنبيه، اكتب له اهلا وسهلا، هلو، ويلكم، اي شيء اريد اكتبه بين دبل كوتيشن بين قوسين سيمي كولوم، اغلق السكريبت، اغلق الهيد والبادي افتحه واغلقه وارجع اغلق ال HTML. عندي نوع ثاني، النوع الثاني اللي هو الكونفيرم بوكس. مثل ما ذكرنا الكونفيرم بوكس ايش حيسوي لي؟ is often used if you want the user يسوي لك accept، يعني انت تريد تدخل الى مكان معين مثل ما ذكرنا يدز لك ايميل، تروح على الايميل تدوس على رابط معين يسوي لك confirmation او يسوي لك accept verify تدخل على الصفحة الرئيسية. النوع الثالث والأخير اللي حنذكره اللي هو البرومبت بوكس. البرومبت بوكس باعوا هنا نشوفها بصورة عملية وبعدين ندخل. أنا عندي هذه الصفحة، هذه الصفحة اللي أريدها قبل ما أدخلها لح يطلع لي يقول لي هنا لازم تكتب كلمة معينة حتى تقول لي أوكي حتى أدخلك لهاي الصفحة. ما عندك هاي الكلمة ما مسموح لك تدخل لهاي الصفحة. ومثل ما ذكرنا بالخطوة مالت السينتكس كان عندي نصين، التكست اللي هو الاسم اللي دا اريد اكتبه والديفولت اللي هو هذا اللي راح يظهر عندي بالصفحه. اذا عندي نصين تكست والديفولت،
وايضا ذكرنا حيكون عندي اوبشنين، اوكي دست اوكي طلع صحيح تظهر لي الصفحه، ادوس كانسل تتوقف مباشره وتطلع الصفحه فارغه. اجي اشوف هنا كمثال، اشوف شلون حستخدم لهذا المثال. طبعا هنا أنا اقدر استخدم اني بس HTML، ما يحتاج اكتب اي تفاصيل ثانيه، HTML open HTML close لان دا اصمم الصفحه مالتي اللي موجوده، head title الصفحه العنوان مالتها اسمها جافا سكريبت. راح اجي قبل ما اغلق الهيد اكتب السكريبت، وحده من الخطوات اللي اقدر كنا نكتب سكريبت جافا سكريبت او تايب تكست، اقدر اكتب سكريبت واحده، وهاي بعدين اعلمكم عليها عندي كم طريقه اقدر استخدمها. اول شيء اريد اعرف النيم. ليش اريد اعرف النيم؟ النيم لازم يعرف var name variable المتغير مالتي اللي اسمه name، حتى لما اكتبه ويظهر الديب يقدر يدخل الى الصفحة ويوافق عليه. ك text مالتي او syntax حقول له name يساوي لي النافذة نوعها prompt. قبل شوية اخذنا النافذة alert، اخذنا الويندو confirm، انا هسه اريد prompt. prompt قلنا شو تسوي؟ ادخل اسمين، واحد اللي هو التكست وواحد ديفولت تكست. راح يصير عندي هنا أنا اسد القوس اسد السيمي كولوم، شنو اللي راح ينطبع عندي بداخل الصفحه؟ دوكيومنت دوت رايت اللي هي عباره عن كلمه برنت، راح يقول لي اهلا بك او ويلكم، والنيم نفسه اللي انا مدخلته، اما الاسم او اللي هو اكتب اسمك النص اللي موجود لي فوق، يعني هذا النص، هذا اللي هو التكست الاعتيادي مالتي، هذا اللي هو الديفولت تكست اللي ظهر وراها، حيصير عندي بالطباعه اللي هو الدوكيومنت دوت رايت، حقول له اهلا بك والنيم اللي هو مثل ما كتبته انا لي فوق. هذا هنا هو كتنفيذ عملي هو والصور مالته. اذا ال HTML عرفت الاسم، قلت له اريد نوع النافذه مالتي برومبت، اكتب له الاسم اللي هو لازم اني اكتبه بداخل المربع الفارغ، وهذا هو النص اللي هو ديفولت تكست ينكتب لي فوق كينطبع في حال كان الاسم صحيح. راح يسمح لي ادخل، حيقول له دوكيومنت دوت رايت اهلا بك والنيم نفس اللي انا كاتبته فوق، اغلق السكريبت، اغلق الهيد البادي الاوبن والكلوز، واغلق ال HTML. هذا هو النص هنا، تظهر لي هذه النافذة ورا ما يصمم، هذا هو الديفولت، هذا التكست. بعدين مثل ما اختاريت أنا document dot write لح يتنفذ عندي بهذا الشكل. إن شاء الله تكون الأنواع واضحة عندكم. طبعا الموضوع هذا مهم جدا، كخطوات معينة، شنو أنواع البوب أب بوكسز، شنو الفرق بين نوع ونوع ثاني، وكل نوع المثال مالته مهم جدا، أرجو التركيز عليه، وإن شاء الله تكون واضحة بالنسبة لكم. شكرا للجميع.